أعزائي المشاهدين المصريون في كل مكان، طبت مرتقبه اوقاتكم كل خير. معكم ناصر الشراوي من الاسكندريه. نحن منطقه المحروسه بمنطقه ابو سليمان دائره قسم سين الرمل. حادث مفجع جدا شهدته مدينه الاسكندريه مساء اليوم. زوج ارتكب مذبحه بسبب خلافات زوجيه بينه وبين اهل زوجته. الزوج ذهب الى مكان اقامه الزوجه لدى والدها ووالدتها لعقد جلسه صلح لاقناعها بالعوده الى المنزل، الا ان الامور فشلت، فما كان من الزوج الا ان اخرج سلاح كان موجود بحوزته واطلق النار على الزوجه فارضها قتيله، ثم اطلق النار على والدها ثم والدتها ثم شقيقها اللي كان موجود لمحاوله التوصل للصلح، وانتهت الامور ثم بقتل ابنائه الاربعه. لكن الطفل الرابع الحمد لله تم نجاته، وهو اللي شهد على والده ان هو ارتكب هذه المذبحه. كمان الزوج الذي ارتكب المذبحه واكتفى بذلك وسلم نفسه، الا انه اغلق الباب المسكن على الاسره باكملها بعد ما ارتكب جريمته ولاذ بالفرار. لكن طبعا عندما عاد السكان وحاولوا الاتصال يشوفوا ايه اللي حصل وايه اللي جرى في مسكن الزوجه، وجدوا كله غرق في الدماء. الابن اللي عنده 6 سنوات اللي هو الابن الاكبر يعتبر نجا من المذبحه، وهو اللي شهد على والده ان هو ارتكب هذه المذبحه. الان زي ما احنا شايفين سيارات الاسعاف موجوده لنقل جثث السبعه الى المشروحه تتصرف في النيابه العامه. النيابه العامه بتجري تحقيقاتها الان داخل المنزل. طبعا ندبت رجال الادله الجنائيه قوموا باعانه الموقع بالكامل، وجاري الان التحقيقات الموسعه في الحادث، وان شاء الله هنكون معاكم في نتواصل باذن الله ونشوف ملابسات هذا الحادث المفجع اللي هو يعني كان مثابه فاجعه لاهالي الاسكندريه. وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع. نشكركم وان شاء الله باذن الله هنتابع معاكم باقي ملابسات هذه الحادثه من الاسكندريه. شكرا لكم وان شاء الله هنتابع معاكم باذن الله. ما كانش معايا كده. متقفل؟ بنشير لحضراتكم ان الابن اللي هو 6 سنوات هو الشاهد الرئيسي في الواقعه، وهو موجود الان بالمستشفى الميري بتجري له عمليه سريعه وطارئه. طبعا يا جماعه نقدر نقول ان هي فاجعه وحادثه بكل المقاييس، والحصالات الاسعاف بتستعد لنقل الجثث الى المشرحه تحت تصرف النيابه العامه. طبعا هنا في منطقه المحروسه بمنطقه ابو سليمان دائره قسم سين الرمل بالاسكندريه شرق الاسكندريه. خلاص بقى عشان الصوت يعني. هو 7 مرات. 7 مرات.